السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة، مرحبا بكم في صفة جديدة من وصفات موني في إطار تحضيرات رمضان. إن شاء الله ندير الشباكية ديال الحليب أو البشنيخة، هي من بين المعسلات المطلوبة ودائما كنحطها في الطاولة الرمضانية. تمنيتنا الإعجابكم وفرجة ممتعة. في إناء بسم الله غنوضع واحد ربع ديال الزبدة، واحد صاشي ديال الفاني أو معلقة ديال الغاز كبيرة، شوية ديال الملح، واحد شوية ديال الزعفران، واحد راس ملعقة ديال أولا ملعقة نيت صغيرة ديال النفاف بالحلاوة، هنا من بعد ما تخدم شوية الزبدة نضفت بيضة كاملة عليا صغيرة ونخليه يتخدم شي شويه. الزبده انا خليتها بدرجه حراره المطبخ، يعني خرجتها نهار قبل. غنضيف هنا واحد ربع لتر ديال الحليب وكنخليها تخدم واحد شويه، ومن بعد كنبقى نضيف الدقيق الابيض مغرب لينو، والدقيق تيبقى حسب الخليط. العجينه تتكون شويه قاسحه باش منين نخرجها في الماكينه خيوطة تبي تخرج لينا، خليها تتجمع مزيان. ها هي العجينة ديالتي هادي، ونحرب لها نديرها بودة، دي بودان صغارين. دائما كنستعمل شوية ديال الدقيق في الاخير باش كنسرحها. انا كناخذ اول كره او اول بوده استعملته، دائما كنحاول نغطيو العجينه بشي بلاستيكه، كن دائما كنستعمل شويه ديال الدقيق وكنسرح، عاد ندوز في الماكينه يعني في الوراقه اللي بيد ورق شي شويه في الوراقه، يمكن لي كيف ما ممكن نورقو غير بيدينا ونخدمو في الجهه اللي فيها الخيوط الرقاق.
ونخرجوها ونبداو في التشكيل ديالها، راه ساهله دغيا دغيا تتوجد. هنا كناخذ دوك الخيوطه ولا دوك الاشرطه، نتوما غادي تحكموا في القياس اللي بيتون، ما كنغلظهمش بزاف، وكنحاول نقرص لي الاول والاخر. شوفوا الاعبار اللي بيتو واش كبارين ولا صغار، انا كنحاول ندير دوميتور واحد الدوره واحد شويه باش تجي خير رقاع هكذاك. وكنبقى هكذا تستمر حتى تنسالي الشريط ديالي، ونعاود نجبد الاخرين حتى تنسالي العجينه كامله بما تنشف شويه، وديك الساعه نبداو في القلي تماما من نفس الطريقه كي تنقليو الشبكيه كنقليوها حتى هي، ونطفيوها في العسل وبالصحه والراحه. بالنسبه لهذا العجين كاين اللي يمكننا نصبو بها حتى هذيك السبوله حتى هي كتجي بها مزيانه، وكنبقى حتى تنسالي كل شيء. اما كيف قلت المقبل القلي عادي تنقليو على درجه حراره 180 اللي بغيتي فريتوز، في المقله العاديه غنقصو بعافيه على نار متوسطة، ومن بعد كنطفيوها في العسل. من بعد ما قليت الشنيخة ديالتي كنخليها في العسل واحد شوية تتشرب مزيان، وكنصفيها وكنزينها انا برقائق ديال اللوز محمراهم، فحقيقة هي تتجي خفيفة وتتجي هشيشه بزاف. انا بالنسبه لهنا في الحقه الزبده درت غير الزبده ديال الطريق مارغرين، ما احتاجو كاع نديرو ليها العاديه، ونسمنها بشويه ديال النافع اللي بغى يدير فيها اللوز يمكن ليه يدير فيها الزنجلان. انا غير باش نغيرو على المذاق ديال الشباكيه العاديه. نتمنى تنال اعجابكم، وهذه الوصفه ديالنا ومعسلة قديمة ولكن رائعة. ومع السلامة في وصفة أخرى، إلى اللقاء.